بالنسبة للمستجدات احنا توا هنا قاعدين في المحكمة نستنيو فيه باش يجيب جلبه من طرف الأمنيين باش يتم عرضه على سيد وكيل الجمهورية باش يتخذ يعني قرار في شأنه، سواء قرار بحفظ التهم لأنه احنا متوقعين انه باش يتم حفظ التتبع في بعض الشكايات على اعتبار وانهم الشاكين كانوا تراجعوا عن تتبعه، وبالنسبة للشكايات الأخرى ننتظروا انه شنو ربما التهم اللي باش يتم توجيهها والفصول القانونية اللي باش يتم اعتمادها في ذلك. هما أربع شكايات منهم شكايتين متعلقين بنفس الموضوع واللي شاكين فيهم كانوا تراجعوا عن التتبع ضد ياسين. كل الشكايات متعلقة، هما ثلاثة شكايات متعلقة بتدوينات تم إنزالها على شبكة التواصل الاجتماعي. بالنسبة للشكاية الرابعة هو كان فما برنامج إذاعي اتصل فيه شخص بالبرنامج كان محمول مجموعة من المؤيدات، تذكر اللي هو عنده شبهات فساد ضد معناها بعض الأشخاص، والأشخاص هذوما كانوا طالبوا بحق الرد والدخلوا تم يعني تم كل شيء على أساس في الإذاعة. من المفروض لهنا عنا الفصل 115 ينص إنه إنسان جاء وتقدم مؤدلة بتصريح، تقدم طرف المقابل وطلب حق الرد وتم تمكينه من حق الرد، إلا أنه نتفاجئ أنها شكاية تتقدم ضد ياسين الرمضاني رأسا في شخصه اللي هو كان حاضر في البرنامج ومش حتى هو المقدم بتاعه. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.